تمام بنات، بهالفيديو راح ارجع مره ثانيه اعرفكم حكايه اللي هو كيف ترسمي حواجبك للبنات اللي شايفه حواجبها مره خفيف مو عارفه ترسمه ولا تتصرف فيه. اوكي، ف راح اقول لك طريقه مره سهله وانا منزلت عندي كذا مره، بس اعيد للبنات اللي العجازات اللي ما لهم خلق تلف وتدور شوي في حسابي. اوكي، فرضا انت هنا عندك شعر في حواجبك، اتفقنا؟ اتفقنا، تمام. هنا انت عندك شعر بس شعرك خفيف، قلت انا ايش اسوي؟ بتجيبي المسكارة، لا الريشة حقت المسكارة اللي هي او اللي بترسمي فيها حواجبك اللي هي هذه. اوكي، هي بنات انا مصغرتها، يعني انا مسويتها زي ما انتم شايفين هنا حادة خلاص. صعب على البنات بعضهم انه ترسم شعره في المكان الفاضي، مثلا تقول لي انا حجبي مره كله خفيف محتاج اني ارسمه بالكامل، فاسهل طريقه، اسهل طريقه خلاص ولا تخطر على بال احد، خلاص تاخذي لون بني اللي هو لون بني او لون غامق قريب للون حواجبك، ارجع اذكر ما يكون لون حواجب يعني حواجب شعرك شعر حواجبك اسود وتروحي ترسمي بلون مرة فاتح، لا بيبان معاكي الشكل مو حلو ولا العكس. اوكي، فانا ايش مثلا الوان شعر حواجب نار ما راح اتعدى هاللونين، اذا هذا استخدمه لو كان مرة شعر حواجبي غامق حلو عليها بني غامق، هذا لو كان فاتح شوي عادي يمشي وكمان يمشي مع اللي شعرهم اسود طبيعي. اوكي، فتاخذي كذا فرشة زي هذه فرشة دمج عادية، تاخذي كمية، خذي كمية عادي ما في مشكلة، طبعا انت ما انت مسوية حاجة لسه في وجهك ولا مرطبة ولا شيء. اوكي، عشان الحوسة اللي بتصير ما تحوسي ما تدمري نفسك ولا حتى مؤسسة جفنك. اوكي، ابدي اول شيء في حواجبك اللي هي العقدة اللي عندك، ايش اسوي؟ امشي فوقها كذا فوق كل حواجبك، اطمصي حواجبك مرة، اطمصيها اطمصيها اطمصي حتى ان بغيت وصلي لجبينك اطمصي حواجبك، ها طمس كامل، شوفوا كيف بسوي كأنه ايش اصبع، شايفين كأنه اصبع نقانق اوكي اطمصي اطمصي مقوي بنات. بعد هذا الفيديو اللي ما راح تعرف تسوي حواجبها حرفيا ما ادري ايش بسوي انا، خلاص بستقيل بروح ابيع فلافل تحت كبري. خلاص شوفوها انا طمستي، اطمصي انت كل شعر حواجبك، ها عشان كذا اقول لكم ما تكوني قبل مؤسسه ولا عامله اساسك ولا شيء. اوكي، الان بعد ما سويت زي كذا تعالي خذي ورقه زي كذا، ورقه منديل مبلل. اوكي، منديل مبلل ما راح اقول لك ورقه، منديل مبلل خلاص، وتاخذي فيه ميك اب ريموفر او كونسيلر، معني افضل الميك اب ريموفر افضل. اوكي، راح احط شويه انا بالنسبه لي بنات عشان السيليكون هذا ما يمشي معاه الا الزيت، فانت اعتبرين هذا ميك اب ريموفر، شوفوا انا حاطه اصبعي تحت. اوكي، تحطيه عند اظفرك او اصبعك خلاص، وتيجي تمسحي على حدود حواجبك، خلاص انت عارفه من وين حواجبك وين نهايتها، امسحي تحتها، نظفي يا حبيبه، نظفي يا قلبي، خلاص ركزوا على قلبي خلاص يا شوف، يعني هنا المقدمه انت زايده عاد تعالي كذا نقصي، والله يا شوفوا شوفوا الحاجب كيف بطلع، خلاص اقلبي نفسك لا ما تقلبي نفسك، يعني زي ما قلت تذكر ما اقول اقلبي نفسك على الجدار، اي نفسه خلاص، باجي من هنا من الاخير وامسح بالضبط على حدود حاجبي، شوفوا بالله عليكم طلع حاجب وش زينه، نفس الحاجب اللي تسووها في المشاغل هذا اذا كانت هذه شاطره، بس انتهى. بعد ما تخلصي زي كذا انا افضل انك تمشطي كذا شوي، ليش بنات تمشطوا؟ تمشيط يخلي لي شويه فراغات، انا للامانه ما احب كذا يكون مسكوك سك الحاجب، هذا مسكوك هذا لا متنفس. اوكي، هذا في عنده نوافذ هذا لا فانت ما تسكي حواجبك لا تسكيهم. اوكي، فايش اسوي؟ مشطي كذا او بلاش المقدمه تجيها، ترى شوفوا بنات كل ما مشط كل ما خف معي اللون، لاحظوا طبعا انا بمشط كذا لفوق برجع شوي نحاس معي بس مش مشكلة. اوكي، اهم شيء انه اوصل للشكل الناتشورال الطبيعي، ترى فاضية الفرشة لا تحسبوا اني حاطة فيها شيء. اوكي، كل ما مشطت كل ما انتشر معي اللون عشان ايش؟ يكون اقرب للطبيعي، انا زي ما قلت لكم انا ما احب الشيء المكتوم يعني ما احبه. اوكي خلاص، انا نظفت زي كذا، ارجع مرة ثانية بفرشة فيها ميك اب ريموفر خلاص، وارجع اقلب نفسي على الجدار لا امزح بنات انتوا عارفين قصدي خلاص، وامسح
امسحي الحوسه اللي سويتيها. شوفوا شوفوا وش زين وش سهوله الحاجب. خلاص حسيتي مره انه انت برضو مكتومه من الموضوع، خلاص فايش راح اسوي؟ اخذ فرشه بنات بس تكون مره نظيفه. اوكي الفرشاه النظيفه طبعا ما هي عندي، لا الا دقيقه. خلاص زي كذا، خلاص شايفينه؟ المفروض اني ماخذه فيها ميك اب ريموفر. لا الفرشاه ما طلعت نظيفه زي ما توقعت، لان مستحيل انا اخلي فرشه نظيفه. خلاص فانتي تاخذي فرشه نظيفه اوكي فيها ميك اب ريموفر وتبداي ايش تسوي. بس بوريكي كيف الطريقه، اشارات كذا كاني مدخل على جوا، يعني انا ادخل على نفس الحاجب شايفين. شايفين كيف يبدا كانه يصير في شعرات كانه اوكي. بس خلصت شفتوا يا بنات كيف سويت لك حاجب خلال دقائق او اقل، والله خلال ثواني يكون حاجبك يعني مره سهل، ما اعتقد في اسهل من كذا. اذا في اسهل من كذا بعتزل ببيع ذرة.